زمان كانوا بيسموا الممثل مشخصاتي، وده قد يكون لقدرته على تقليد وتمثيل أدوار لأشخاص تانيين، بس ده مش معناه إن أي ممثل بيعرف يقلد أو إن أي حد بيعرف يقلد هو بالضرورة ممثل شاطر. لكن على العموم إحنا طلبنا من بعض نجومنا الجدد تقديم نفسهم للجمهور بشكل مختلف شوية، ولحضراتكم حرية الحكم عليهم. عايز اسمعكم انت بترتل او في تلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كفاية كده. طب احنا شفنا المواهب اللي عارفينها، المواهب اللي يمكن في بعض الجمهور مش عارفها، التقليد، ان انت بتتقمص. فوريني الفنان محمود حميدة. محمود حميدة انا سعيد جدا يا احمد ان انا معاك النهاردة، لان ده احد البرامج اللي انا كنت بسعى ان انا اعملها، وبسعى ان انا اتشرف ان انا اكون معاك. فلقاء اعتقد انه يكون لقاء مثير ومثري. انا يعني في فن التمثيل انت بتجد حلاوة وطلاوة في انشاء، فهمني، ان يكون في تلاقي فكري بينك وبين اللي قدامك. فانا بشد على عضدك وبقول لك ان انت اعلامي رائع، انا سعدت بيه. تحول الاستاذ الراحل كمال الشناوي. يا احمد يا سالم، انا سعيد جدا جدا ان انا معاك النهارده. قد ايه انت انسان لطيف لطيف لطيف. معلش يا ابني ان انا كبير في السن شويه، بس انت بتفكرني بشبابي يا ابني. ليه يا ابني ليه؟ انت عملتي جمالات زايد، عملتي ماري منيب، عملتي سناء جميل، نبدا بمين؟ وحيات شبابك انتي، عريس اهو طول بعرض يشرح القلب المرتاح، واقف على بابك عايز يخش. يا اخت هيت اتفضل، هيرفع نداه يدخله، وفي ايده اليمين علبه حمراء بسوستان فيها خاتم الماس سولتير فص قد الفوله، حواليه زمرد وياقوت ومرجان وبلور داير ما يدور، وفي ايده الشمال يا عيني واحد كده زي شيخ زي حاجه، مين ده يا ام كامل؟ مين ده يا ام كامل؟ مين ده يا ام كامل؟ ده اكيد المأذون هو بقلم والسكست وان. ما هو من جوعك وبخلك يا سيشاملولا فاندي، اني ما في يوم فرحت قلبي دخلت عليا فستان جوز جزم ولا حته بسبوسه. انا التمثيل ده بالنسبه لي حاجه بعملها فور فن، مش حاجة يعني أنا بتعب عليها وبشتغل وكده، أنا فور فن بالنسبة لي. مش عارفة ليه بحب قوي المشاهد العياط، بحبها جدا. يمكن هتطلعي نكدية مثلا بعد كده مثلا أو حاجة، ولا دي ولا أنت بتحب العياط بس؟ مش عارفة، لا أنا بحب المشاهد العياط بس ما بحبش العياط. يعني لما المخرج يقول لك عياطي بتعرفي تعيطي من غير سبب؟ طب عياطي. نزلت في حاجه؟ انت عينيكي دلوقتي كلها دموع وعيطتي فعلا، ازاي بقى فكرتي فيها عشان تعيطي كده؟ انا بصراحه كده يعني انا مش بفكر في حاجه. عايز تعيطي من غير ما تفكري في حاجه. والله يا ريم انت اي حاجه تعمليها حلوه ربنا يحفظك، وتقدري تعيدي تجربه فيروز اللي بنقارن اي طفله بتمثل بيها رغم صعوبه المنافسه معاها.